السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناتي. والنهاردة فيلم من اللي هنتكلم عنه ونحكي حدوته هو فيلم من الأفلام الشهيرة لعادل إمام ويسرى، هو فيلم جزيرة الشيطان. جزيرة الشيطان إنتاج عام 1990، بيسلم الشواف جارته فاطمة خريطة بتوضح السفينة الغرقانة عند جزيرة الشيطان في الغردقة المخبأ بيها صناديق الذهب، وبيصاحبها بيبرس لتمويل الرحلة، وبيتفقوا ان جلال بيعلمهم الغطس وبتعترف له فاطمة بالمهمة، وبينجحوا في استخراج بعض سبائك الذهب وبتظهر عصابة الزهور. فيلم جزيرة الشيطان كان بطولة وتمثيل عادل امام، يسرى، احمد راتب، حاتم زلفي، نهى العمروسي، جمال اسماعيل، مصطفى متولي، سعيد طرابيك، ايمن عبد الرحمن، عادل هلال، صالح العويل، نادر جلال، عادل ابو غيط، احمد العضل، مجدي سعيد، ابراهيم الطوخي. الزغبي اللي هو مصطفى متولي صاحب سفينه الفردوس، وقبطانها الشواف اللي هو سعيد طرابيك، مهربين للذهب والمخدرات، وقد حملوا السفينه بالذهب وإغراقها في البحر الأحمر وحطوا المخدرات في قوارب الإنقاذ، ولكن اتقبض عليهم واتحكم على الزغبي بالمؤبد وعلى الشواف 15 سنة. خرج الشواف ومعاه خريطة بمكان الذهب وبيبحث عن أي حد يساعده لاستخراجه، وخرج الزغبي ليبحث عن الشواف والخريطة، ولكن الشواف أخفى الخريطة مع جارته فاطمة اللي هي يسرى مدرسة الألعاب. تمكن رجال الزغبي من قتل الشواف، فأصبحت الخريطة ملكا لفاطمة اللي اتفقت مع زميلها محمود اللي هو حاتم زلفقار على الزواج، وكانت بتحوش معاه مرتبها للبحث عن شقة الزوجية، فلجأت إليه عشان يساعدها، فرفضت فطلبت منه مدخراتها واكتشفت إنه ضيعها. لجأت لبيبرس اللي هو أحمد راتب وخدعته حتى تورط وذهب معها إلى الغردقة، ولحقهم محمود ودوروا على أي حد يعلمهم الغطس علشان يخرجوا الدهب، وعتروا عن كابتن جلال اللي هو عادل إمام اللي علمهم الغطس، فاضطروا للاستعانة بالكابتن جلال واللي دلهم على الريس حامد اللي هو جمال إسماعيل صاحب مركب، وبحرها حميده اللي هي نهى العمروسي وهي كانت فتاة خرساء، وبدأوا الرحلة للبحث عن جزيرة الشيطان الغير موجودة على الخريطة، ولكن محمود في قمة عصبيته باح بسر الذهب، واضطرت فاطمة لشرح القصة لجلال وحامد اللي وافقوا على الاشتراك في البحث عن الذهب، وبعد بحث مبني تم العثور على مركب الفردوس الغارقة وفيها الذهب، ولكنه وراء باب حديدي مطلوب نسفه بالديناميت. قرر جلال الحصول على الديناميت من تجار المخدرات اللي بيبيعوا الديناميت الخاص بالمحاجر للصيادين المخالفين، وخد المركب ومعاه حميده وذهبوا لإحضار الديناميت، بينما فضل الآخرين على الجزيرة. اتكلمت فاطمة مع الريس حامد عن الكابتن جلال اللي بدأت تحس بعاطفة ناحيته عن سر إدمانه للخمر، فحكى لها إنه كان صاحب مشاريع زائع الصيت، وإنه خرج عليه اللصوص وضربوه واغتصبوا زوجته اللي ماتت بين إيديهم، فأصيب بصدمة وأدمن الخمر بعدها. انتهز محمود الموقف وحاول الاعتداء على فاطمة، ولكن حامد وبيبرس أنقذوها، وتمكن جلال من الحصول على الديناميت وفجر الباب وبدأ في استخراج الذهب، ولكن الزغبي عتر عليهم وطالبهم بالذهب لأنه حق، وبالفعل حصل على كل الذهب، بينما ربط جلال أنبوبة أكسجين في حبل ووصله برفاص السفينة علشان تنفجر لو مشيت، وقامت معركة بينهم لأن الزغبي قتل محمود وكان عاوز يقتل جلال، ولكن تمكن من القفز للماء ومعاه فاطمة، وانفجرت السفينة وغرق الذهب للمرة الثانية، ولكن جلال استطاع أن يغطس ويستعيد الذهب.
فيلم جزيرة الشيطان كان إخراج مهدي الجلال.